شغلت الكاميرا، خلونا نبلش. مرحبا مرحبا حبايبي على يوتيوب، اشتقت لكم قد الدنيا. رمضان كريم، ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة وكل الاشياء الحلوة. في رمضان هذا رح اتواصل معاكم بشكل اسبوعي، فيديو جديد كل اسبوع، وكمان اذا قدرت اصور اكثر رح انزل لكم على القناة قد ما بقدر فيديوهات خلال هذا الشهر. حبيت انزل لكم في الفيديو الاول معلومات نستفيد منها كلياتنا، لانه كثير اشخاص بحاولوا بشهر رمضان انهم يخسروا وزن وينظموا اكلهم، وفي ناس ما بيعرفوا شو هي الطريقة المناسبة. رح اروح عند صاحبتي اللي هي اخصائية تغذية تينا شغوري، نتعلم أنا وياكم منها مع بعض كيف نقدر نعمل هذا الإشي، وخاصة أنه أنا عندي مناسبة في الصيف حابة أني أنظم أكلي بهذا الشهر على قد ما بقدر. فيلا خلينا نروح مع بعض عند تينا. عم بوصل لعند تينا. هلو، أفوت لها من باب المطبخ. هاي تينا، صباح الخير. صباح النور. أنا وتينا كنا نطلع مع بعض على التلفزيون. So happy إنه اليوم رح نكون على يوتيوب. أنا كمان. زي ما حكينا على التليفون، أول إشي بنعمله نروح على السوبر ماركت. نتبضع. لأنه يمكن من أكثر المقاس اللي بنعملها إنه لما بنعبي. خاصة إذا رح جوعان. جوعانة؟ يعني أنا طبعاً جوعانة. في الصبح هيك النهار بأوله مش كثير جوعانة. أحسن من بعض الظهر. بالضبط، إذا بنروح مثلاً هيك قبل على العصر، يعني يمكن أحط كل السوبر ماركت. صح. 100%. Let's do it. جاهزة معك أغراضك؟ لا بتجيبون شنطتك؟ يعني تحمست تينا بزيادة. ياي حبيت. شوفوا مطبخها، سو كيوت. خلينا هلا الشمس كثير قوية فبنصور لكم في السوبر ماركت. يلا سي يو. وصلنا هلا على السوبر ماركت. شو رح ايش الخطة؟ شو البلان؟ معك 5 دقايق لتنقي 5 ايتمز تستخدميهم خلال رمضان، مش خضرة وفواكه ولا لحمة دجاج وهيك سناكس. 5 دقايق 5 ايتمز. ليتس ستارت. يلا كثير بحب الحلويات في رمضان، بس رح اخذ اشياء تكون صحيه، ممكن تكون خيار افضل من الحلو اللي احنا بناكله كثير في الايام العاديه في رمضان. بدون سكر مكتوب عليها. شكلها عزه رايحه تجيب حلو الدايت ومانا عارفه انه انا جايبه الاصلي. تنشوف هلا بتجمع هول الشوجر فري واللوفات. بعرفها لعزه كيف بتفكر. من اكثر الاشياء اللي بحسها بتناسب شهر رمضان هي السمبوسه، فاخذ شيء بالجبنه. اخذ هاد الجبنة. وطبعا في رمضان بتحسوا العصير والسوائل من الاشياء اللي كثير اساسيه. رح احاول اخذ عصير بس يكون قليل السكر او طبيعي، فاكيد مش اشياء يعني مش مشروبات غازيه، بس رح احاول اشوف خيار انه ها ممكن يكون صحي اكثر شيء. في هاي نكهه زاكيه. في عندي 3 اشياء. انا شايفه عزه هوني كل شيء عم بتنقيه، عم حاول نقي شيء هيلثي صحي يعني مثله. لما بيجي هاي الفتره بين الفطور والسحور اللي هو الواحد جعبان ينقرش شيء، بفكر انه يعني احسن ما اكل شيبس عادي، اخذ هدول الشيبس اللي على خضار وفواكه. خضار وفواكه لا بس خضار. هذا شمندر مجفف، فممكن اخذه. هذا خياري الرابع. على السحور بحس انه الواحد ما بيكون قادر يتسحر كثير اشياء ثقيله، فرح اخذ نوع من انواع رقائق الذره بس انه بشكل صحي، يعني مش اللي هو كثير بيكون حلو. فايل تيك ذس. وبهيك بكون خلصت انا الخمس اشياء اللي لازم اجيبهم، ورح اروح اشوف تينا شو اشتركت. ليتس جو. خلصت انا وانا خلصت افرجيكي شو كسلتي. يلا هي بقطايف. قطايفه حلو عربي، وانا رايحه جايبه بسكوت شوجر فري مش عارفه شو. سو انت جايبه ادماني وانا جايبه شيب شمندر. انت فكرك عم تاكلي خضره. انا فكري عم باكل خضره وإشي صحي. فانه لا هول ما لهم كلهم خضره عسى. هول 3/4 عم بتكون بطاطا بس مطعمه وملونه. ليكي اول مكون دقيق الذره اللي هو اذا بدك تاكلي خضره. لا اكلي خضره. اكل خضره عادي. يا هيدا يعني هلا لشو الجوس؟ بتحب الجوس؟ بس والله جبت عصير طبيعي. ليكي صح؟ ما فيه سكر. اوكي ليكي انا شو جبت هون؟ شو جبتي؟ ليكي هون السبار. اوكي هذا بديل. ايه بديل. بس كيف؟ انت بتحبي الاورنج سو بتحطي السباركلينج مع ثلج ونقطة ليمون. ايه يس. شو جبتي من هوني؟ هادي جبت سمبوسة.
عادي بالعكس تعرفي انه الاكل الفروزن اشياء كثير هيلثي. انا جبت المسخن كلهم مش عاطلين بس في منهم فيهم زيادات اكثر من غيره. تمام. جبت اخر شيء للسحور فائق تكون فكرت ممكن تكون صحيه يعني. لا لا اوكي شكرا. لا ليك احسن شيء للسحور شوفان بس هذا ما له طعم. نضيف عليه الحليب فيك تحطي فيه تمر. تمام. فيك تحطي فيه زبيب. شوفان دايما لازم على طول على طول على طول يكون عندك بالبيت. كويس تمام. معناها هيك صرنا جاهزين نروح البيت ونحكي عن بقية الأشياء اللي لازم نعملها. يلا ليتس جو. جينا على البيت وتينا رح تحكي لنا مجموعة أشياء وتيبس إذا عملناهم في رمضان ممكن نخسر الكيلوات اللي بنياهم. سو واحدة من أكثر الأشياء اللي إحنا يمكن نغلط فيها اللي هي المشروبات. معظم الأشخاص مع الأسف شو بيشربوا؟ في عصير جلاب، عصير تمر هندي، كل المشروبات الغازية. بالضبط. رح أعطيكم فكرة على قديش في سكر بهول المشروبات. كباية العصير اللي عم تشربيه أو العصير المحلى أكيد مش العصير الطازة أو المشروب الغازي فيه تقريبا 8 معالق من السكر. 8 معالق سكر في الكوب الواحد. نعم. من العصير. كل ملعقة سكر 25 سعرة حرارية. بالكاس الواحدة 200 كالوري. الأشخاص اللي بتشرب كل يوم صحيح. كل يوم في رمضان في لازم أقل الأقل كوب في واحد. في منهم بيشربوا 2 200 ضرب 30 6000. انت بتعرفي انه لكل كيلو فات بنزيدهم بجسمنا بنكون عم ناخذ اكثر من احتياجاتنا 7000 كالوري. اوكي تكوني اخذتيهم باسبوع تكوني اخذتيهم بشهر 7000 سعره حراريه زياده بيعملوا لنا كيلو. صح. واللي هي ممكن تيجي لنا هالكيلو بس بمجرد ما انا شربنا عصير. سو اول كيلو كيف حنشيله؟ العصير. ابعدوا العصير هيك. شو بناخذ بداله؟ المي الغازيه. حطينا الثلج والمي الغازيه. انت بتحبي نكهه البرتقال؟ هيدي كم كالوري فيها عزه؟ ولا شيء. قولي 5 كالوري وزيرو ما فيها سكر يعني. شايفين هاي مي غازيه حط فيها ليمون برتقال الفواكه اللي بتحبوها يعني انتم. قد ايه بنكون وفرنا اول كيلو؟ راح اول كيلو. هاي خسرنا كيلو كامل في رمضان. يلا النكست كيلو. يلا. طيب تينا انا عندي مناسبه بالصيف. اوكي لازم اخسر كم من كيلو خلاص اكيد. فنزلنا اول كيلو. ثاني كيلو ايش بدنا نعمل فيه؟ كله بده ياكل حلو برمضان صح؟ والله هي اصعب شغله. انا كثير بحب القطايف. رح اقول لك انه اكيد فيك تاكلي حلو رمضان بس بدك تعرفي تنقي او بدك تعرفي قد ايه بدك تاكلي كميات. نعم. الكميات هلا هيدا القطايف عملناه هلا انا وعزه بجوز. هيدا اشتريناه كمان قطايف بس شو مقلي. يا اللي بده يحافظ على حاله وعلى صحته وعلى وزنه وعلى كل شيء بده تفضل ياكل من هذا. خلينا نحسب اذا اكلنا القطايف النيه بدل القطايف المقليه قديش بيطلع عنا الفرق. بتكوني وفرتي على حالك 3 معالق زبده. قديش في كالوريز بملعقه الزبده؟ 45 كالوري. 135 كالوري ضرب 30 4350. 4350 كالوري عم نوفرهم اذا بس بدلنا بين القطايف المقليه لقطايف نيه. سو بدنا شوي زياده راح تلاقي هذا اذا بس كنا ماكلين تنتين. في ناس بحبوا ياكل ثلاث بعدين مش بس قطايف. في ناس حتاكل قطايف ومعمول كالوري على القليله من الحلويات فينا نوفر مش 145 اكثر كيلو ونص تقريبا مش بس كيلو ونص. كيلو ونص. يلا صبايا شباب شدوا الهمه خلينا نستبدل الخيارات المقليه بخيارات نيه. نكست. يلا على اللي بعده. خلينا نحكي افطار. بمجرد انك تعملي الخطوات اللي بنعرفها تشربي مي بالاول القليل 2 فاترين ثاني شغله بده التمر يرفع مستوى السكر. يرفع مستوى السكر وبيخلينا انا ما ننكب على الوجبه الرئيسيه. بدي تشغلي الشوربه لانها سخنه اول شيء بتهيئ المعده هي المعادن. سو كل هول القصص اذا عملناهم خطوه خطوه رح نوصل على الوجبه الرئيسيه مش هالقد جوعانين. بتوصلي بعد الشوربه بتاخذي السلطه اللي هي كلها الياف. الوجبه الرئيسيه بتاخذي الصحن الصغير بتحطي اللي طالع على بالك مره That's it. انت بالصحن الكبير صغري لها صحن صغير بمره وفرتي على الاقل 1000 كالوري بالوجبه الكامله. 30000 يا جماعه 30000 كم كيلو هيدي كلها اذا كل يوم عملتها هيك يعني شيء مينيموم 4 كيلو تنقول 10 ايام من هال 30 10000 كالوري. هيدا الكيلو ونص قد ايه بيكون باقي لنا بعد كيلو يمكن هذا الكيلو الثاني اسهل شيء. يلا نكست. رياضه. بس رح اقول لك سر النفع الرياضه يا اذا جسمك ما عم بينام اذا بدك
تنزلي وزن بهذا الشهر النوم أساسي، لأنه كل ما قل النوم عندك كل ما الهرمون ستريس بيزيد. يعني أنت عم بتقولي لجسمك نزل وزن، جسمك عم بيقول ما حنزل شيء. في كتير طرق إنه نريح جسمنا. cool down. exactly. once you cool down بس بتخففي من هيدا الإجهاد بالجسم، جسمك بيصير يتجاوب معك. الرياضة إذا نحسبها حسبة كالوريز قديش ممكن تخلينا نخسر وزن؟ إذا رياضة 45 دقيقة فعالة مش تكزدر يعني 355 روبيون ب 20 لأنه مش كل يوم حتعمل رياضة. 7000 حايكي على الأد. باي باي، خلصنا الفيديو وخسرنا 5 كيلو في رمضان. تينا شكرا كثير. اكتبوا لنا هون بالتعليقات شو هي المواضيع اللي حابين نحكي عنها في فيديوهات ثانية، وأكيد تينا جاهزة تجاوب على كل أسئلة. أوه يس جاهزة. ما تنسوا تعملوا لي بليز لايك شير سبسكرايب للشانل. بحبكم كثير. أنا عزة زعرور، بشوفكم في فيديو جديد. باي باي. يا عزة والله خلصنا بسرعة. خلصنا. ما تنسوا تشتركوا في بقية حساباتي على انستغرام، فيسبوك وتويتر.